أعلنت اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 أن جولة الإعادة في الخارج تصادف 27 من نوفمبر 2018، وسوف تجرى في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج. تشمل الإعادة 31 دائرة انتخابية لمجلس النواب بعد فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى. تبدأ عملية الاقتراع في الخارج من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.